فجأة سمعت صوت أخويا اللي هو بيقول لي يوسف يوسف، بقول له سامعك سامعك. في هاي اللحظة أنا عيطت بشدة، يعني إنه هو عايش، لأن أنا فكرت إن كلهم ماتوا. هذه اللحظة اللي قريت فيها الخبر هذا انه بعد من حماس دخلوا على الحدود عند اليهود، هذه اللحظة انا قلت انه خلص هذه نهاية غزة. جريت لأمي وحكيت لها جهزي كل اغراضك، جهزي غاز، جهزي اغراض، جهزي، لانه هاي الحرب شكلها تكون شرسة جدا. كان يوم جمعة، كانت خالتي ناسحة من منطقة الكرامة اللي هي منطقة تعتبر في الشمال، فكان الخبط هناك في منطقة الكرامة السودانية عنيف جدا، فكانت الناس تمسح على البدر من المناطق هذيك. فكانت جاية عنا خالتي، خالتي التنتين مع أولادهم وبناتهم، فكنا قاعدين طبيعي كلنا، وصار الموضوع في الليل. كنا بنضحك مع بعض، بنحكي انه بنتفرج على اخبار، كان لسه في كهرباء، كان لسه في مجال للحياة في غزة. حكيت له، قعدت احكي مع اخويا بشكل بطيء انه عشان نحفظ الاكسجين، فقلت له ايش اكثر شيء ندمان انت عليه في حياتك؟ اللي هو بيقول لي ندمان اني كنت مثلا في يوم من الايام اتنمر على، يعني ما ارفض الاكله اللي كانت مثلا تعمل لي اياها امي. ندمت انه كنت اعيش الحزن اكثر من اني اعيش السعاده، يعني انه استغرق وقت في الحزن في أكتر مني أستغرق وقت أعيش اللحظات الحلوة واللحظات البسيطة. قررت إنه لو عشت في هاي اللحظة إنه خلاص أعيش اللحظات السعيدة بكمية أكبر، وأعيش اللحظات الحزينة بكمية أقل.